عليكم النهارده هوريكم ازاي بنعمل الاستاكوزا مشويه بالزبده. احلى طريقه ليها. تعالوا بصوا بقى، لازم الاستاكوزا مبدئيا عشان تاكلها لازم تتاكل صحيه، وعشان تفضل معاك صحيه 3 ايام بتجيب زي فوطه فيها ميه بحر مبلوله بميه البحر وتفضل مغطيها بيها كده، تفضل معاك صحيه 3 ايام. بص اهي، طبعا لو ماتت سعرها يقل، تمام، لان طعمها بيغير طبعا، وهي فريش حاجه تانية خالص اهي. الاستاكوزا الحمراء دي يا جماعه تعتبر احلى حاجه بالنسبه لي، يعني احلى حاجه ربنا، يعني احلى طعم حيوان ربنا خلقه في على وجه الارض، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين اهي، بصوا صح اهي، بس اهي لسه كلها صح اهي بتتحرك، شايفين هي لسه صاحيه اهي، تمام. ولو قلت لكم لازم اهم حاجه قبل ما نسلقها الايه، القتل الرحيم، اسرع حته بتموت منها عشان ما تتعذبش هي الحته دي، تمام. هوريكم الطريقه دلوقتي بالظبط، نحط ده كده هنا بالظبط كده، تمام، ومره واحده عشان ما تتعذبش. بس هي كده ماتت، نفس الكلام الثانيه، حط هنا مره واحده كده، هما ماتوا الاثنين. نحط بقى حل على النار، نغلي المايه كويس قوي، نسيبها تغلي، شويه ملح بس من غير اي حاجه، وننزلهم يتعمل لهم بلانشنج 5 دقايق بالظبط، مش اكتر من 5 دقايق عشان طعمهم ما يروحش، اقل كمان من 5 دقايق، وبعد كده هوريكم بقى نشيلهم ازاي بالزبط. يلا بينا. دلوقتي سلقناها او عملنا لها بلانشنج زي ما قلت لكم، لونها بقى اورنج كده حلو، تمام. نبتدي بقى ايه، نفتحها اهو من الاثنين اهو، فتح كده بالظبط الحته اللي انا قتلتها منها، بنزل فيها تاني وبروح نازل بالسكينه، وبرده هي نفس الحته، ده الجايد بتاعي اللي انا قتلتها منها، بنزل طبعا هي سخنه نار، لسه فيها سنه، عايزه سنه سوا، ده بقى اللي هنشويه بالزبده. جهزناهم اهم زي ما انتم شايفين بعد ما اتسلقوا، ونجيب زبده، غرق بقى براحتك، حب الزبده اهي، ونديها بقى على وشها كده. دلوقتي كده خدت اول وش اهي، بص اللون، شايف يا جماعه ريحه الزبده مع الاستاكوزا، قلبناها بقى على الظهر، نسيبها؟ لا، نروح جايين مدينا شويه زبده تاني. ساعة براحتك يا معلم، الدايت في ذمة الله. دلوقتي هي خدت خلاص لسعة في الظهر، نجيب الزبدة بتاعتنا اللي فاضلة، وربع تنتوفة توم بالتوابل اللي هي تتبيلة زي تتبيلة الجمبري، وقلبها فيها كده كويس تنتوفة، عشان ايه؟ احنا مش عايزين نضيع طعم الاستاكوزا، عايز اوريكم بقى دي هنعمل بيها ايه. خلاص اهو، نديها بقى سنة فلفل ابيض، نفس بس، ونجيب بقى بقيه الزبده بالثوم، ونديها بقى كده ايه، نسقسع عليها كده، شمينا الريحه، سامعين الصوت، بس ونحطها بقى في صينيه وندخلها الفرن اقل من 3 دقايق، تاخد نفس الثوم وتشرب الزبده. يلا دلوقتي يا جماعه هي طلعت اهي من الفرن، تمام. دي كده احلى طريقه تعمل بيها استاكوزا، هي دي الطريقه الصح، اي حاجه ثانيه تقليد. تعالوا بص معايا، قرب، بص طالعه عامله ازاي، بص واخده لون، بص اللون الشاوي، بص جوسي من جوه ازاي، بص
ما فيهاش بقى ولا بشاميل ولا كريمه ولا حاجه تضيع طعم الاستاكوزا نفسه. الاستاكوزا نفسه انت هتاكل استاكوزا في سن التوم بتوابل والباقي زبده بس ونقطه فلفل ابيض. بص هي دي الطريقه الصح. الطريقه عجبتكم واللي عايز بقى يطلب فرصه اليومين دول عندها استاكوزا حجم صغيره. الناس كانت بتبقى زعلانه استاكوزا حجم كبيره وهي غاليه فبيبقى سعرها كبير. النهارده اليومين دول عندنا بقى حجمها الوسط. يلا اشوفكم على خير.